أعيش الآن في خيام رفح بعد أن نزحت أكثر من 3 مرات. اشتريت القليل من العوامة سيئة الطعم وحملت جسدي النحيل، فقد خسرت 20 كيلوغراما من الوزن خلال 100 يوم. وقصدت الطريق كان التأمل سبيلي للعبادة. أشتري كوباً من قهوة مزاج وقطعة حلوى أو وجبة، وأقصد الكورنيش. أتأمل كل كبيرة وكل صغيرة، وجوه الصغار، قلوب الأمهات، عيون الآباء وأيادي العاشقين. لكن الآن لا قهوة مزاج ولا كورنيش. صارت المدينة التي أحبها مشوهة. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. صوت يشوش التفكير في عقلي. أستغفر الله وأكمل الطريق. أتأمل الخيام. يقول محمود درويش: وأن تعود إلى البيت بيتك، فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. بينما أنا عدت إلى خيمتي أفكر بالبيت بيتي، فمن سيعيد لي الوطن؟